انا في هاد البلاصه غادي نشوف شي امور اللي هما كبار عليا بزاف. من بعد يومين غادي نتفاجئ باللي ماما كتجمع حوايجها والرحيل باش اننا ننتقل لواحد المدينه اللي هي بعيده بزاف. كنت كنبقى بالجوع وما كنعرفش طيب وما كاينش ما يتكال النهار كامل، وانا كنتسنى من واحد الجبل غير باش تجي. اقسم لكم بالله وانا مازال صغيره شحال من خطره حاولت انني انتحر، حيتاش حتى شي حاجه ما كانت كتصدق ليا. كنت كنحس بداكشي اللي عندي لداخل كنت كنخرجه، لدرجه انها كانت كتبغي تضربني وكندفعها وكنقولها اخر مره تحطي عليا يديك. قصه اليوم فيها اعترافات اللي كتضر في الخاطر، وهي رساله لكل ام واب اللي هما انانيين وكيفكروا غير في راسهم وكيهملوا احد ابنائهم او لكي يفضلوا واحد على الاخر. حكايه اليوم للشابه ايه من الجمال اللي كتشاركنا المعاناه ديالها مع والديها بسبب التصرفات ديالهم اللي غادي يزرعوا فيها الحقد والانتقام منهم وحتى من اللي داير بها وحتى من روحها. حكايه اليوم للاستفاده وليست للمتعه. مرحبا بكم في قصه اليوم. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. فقبل ما نبداو حكايه اليوم اللي فيها عبره قويه لكل اب ولكل ام مهملين وانانيين، بغيت نشكركم واحد واحد على الحب ديالكم وتفاعلكم ووجودكم في حياتي. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. واذا كنتي جديد على القناه كنقول لك نورتينا ومرحبا بك. اما اذا كنتي من اهل الدار فالدار دارك وحضورك شرف ليا. لنبدا في قصه اليوم. لنبدأ كاسم مستعار لصاحبة القصة غادي يكون صوفيا. صوفيا كتقول قصتي فيها رسالة قوية للأمهات وكذلك الآباء. حكايتي غادي تبدأ من نهار عقلت على راسي في هاد الدنيا، عينيا حليتهم على المشاكل والصداع ما بين ماما وبابا. كانوا ديما مدابزين، ماما كانت كتمشي لدارهم لمدة طويلة وكتخليني مع بابا حتى النهار غادي يتزاد خويا الصغير اللي أنا كبر منه 4 سنين، وكنت قراية وباغا نوصل لشي حاجات بزاف في حياتي. كنعقل في الثالثة ابتدائي مشيت أنا وماما وجبنا النتيجة وفرحت بالنقطة اللي جبت ونشط. من بعد يومين غادي نتفاجئ باللي ماما كتجمع حوايجها والرحيل باش أننا ننتقلوا لواحد المدينة اللي هي بعيدة بزاف. غادي نمشيو ننتقلوا للعروبية تاع واحد المدينة. للأسف رحلنا وكنلقى راسي مشينا لبلاصة اللي بعيدة بزاف على المدينة وما كاينه فيها لا مدرسة لا فين نخرج لا حتى شي حاجة. بقى فيا الحال بزاف حيتاش ما غاديش نقرا داك العام، وأنا بنت صغيرة مازال محتاجة أنني نلعب وأنني نكتشف ومازال محتاجة الحنان ديال الأم وحتى ديال الأب. أنا في هاد البلاصة غادي نشوف شي أمور اللي هما كبار عليا بزاف. في ديك العروبية كان با شاد من عند واحد السيدة الكسيبة ديالها، كنت كنشوفها كتخلي راجلها حتى كيخرج في حاله وكتدخل الرجال اللي عندها. كنت كنحس بلي أنه شي حاجة ماشي هي هذيك كتوقع، وكانت كتشوفني بلي أنني كنشوفها وكتشدني وكتقول لي باش ما نقول والو، وإذا جاب الله قلت شي حاجة غادي دير لي وتفعل لي وكتهددني. ماما إنسانة اللي هي قاسحة لدرجة كبيرة وخصوصا ما كتحنش فيا أنا بالضبط، وما عرفتش علاش والسبب شنو هو. ما كيناش شي علاقة كتربطنا عاطفيا نهائيا. المهم بابا غادي ينوض يدير علاقة مع ديك السيدة، وماما غادي تحصلو وغادي تجمع حوايجها من جديد وغادي تدي معها خويا الصغير وتخليني ليه. كانت كتمشي بالشهورة عمرها سولت فيا ولا قالت عندي بنت خصني نجلس على ودها. كنت كنبقى بالجوع وما كنعرفش طيب وما كاينش ما يتكال، والحوايج ما عنديش اللي يغسلهم ليا. اما الاب فكان شبه منعدم، كياكل عند ديك السيده ومهليه فيه. انا في هادشي كله كان تيهمني غير الحنان ديال الوالدين، ما كنتش طامعه في حتى شي حاجه. بابا كان غير تيجي من عند ديك خيتي كيبدا يعطيني في العصا بدون ما يراعي السن ديالي او حتى لطفولتي وبدون سبب. تخيلوا كاينه واحد اللقطه اللي ما بخاتش تنسى ليا. واحد النهار كانت شي لوحده ديال النهار وكان فيها الجوع، وكنت بنت صغيره ما عارفاش نطيب ما والو، وبابا كان مع ديك السيده كيتغدى معها، وكانت واحد الشريجمه كنت نطلع عليهم منها. صوفيا كتبكي وكتقول عمرني ما نسى هذاك الاحساس في حياتي كلها. المهم ماما غتبقى غابره شي شهر وشي حاجه حتى رشقات ليها ويمشي يتصالح معها ويمشي يجيبها. انا فرحت فرحه لواحد الدرجه خياليه، كنقول واخيرا غادي نعنق مي واخيرا غادي تصبل ليا ودوش ليا واخيرا بزاف ديال الحوايج. النهار كامل وانا كنتسنى من واحد الجبل غير باش تجي. هي جات في العشية وتخيلوا معايا عادي جدا بحيلة راني بنت الجيران. انا كنجري نعنق فيها
وهي ما دارت حتى شي ردات فعل، ما عنقاتني، ما قالت لي راني توحشتك بحال شي انسانه جد عاديه. المهم غادي ترجع الامور الاول، كتشدني وتضربني وتخاصم عليا وتعدى عليا، كتعايرني بشي كلام اللي هو كبير عليا وبزاف. تخيلوا كانت كتهددني بالقتل وانا مازال باقا صغيره، ونفسيتي غير غادا وكتدمر، خصوصا اذا عندها ما بغيتش ندير شي حاجه طلبتها مني. ومع عندنا واحد الدري كيقابل الكسيبه كانت كتقول لي بلي غادي نمشي نشوهك ونقول الدوار كله بلي انني حصلتك معاه، وكلام اخر اللي هو كبير عليا وانا باقي مازال ما كنعرف حتى شي حاجه. المهم علاقه امي وبا غير غادا وما كتكفس، غادي يعاودوا ينوض صداع ما بيناتهم ويتضاربوا، وتعاود تهز حوايجها وتمشي واحد المده ما كاينش اللي كيتسوق ليا. بابا من جهته كان تيبرد فيه الاعصاب ديالو كيضربني. انا فهادشي كله كنت باغا غير ماما تعنقني وتحسني بالامان وبالوجود ديالها، وديك الساعه اللي بغى يوقع يوقع. بعكس خويا كانت كتحماق عليه، قيسي لها عينيها وما تقيسيش لها خويا الصغير. كان تيبقى فيا الحال حيتاش كانت ما مفرطاش فيه بعكسي انا، وكانت مهليه فيه بزاف. اما انا حتى حد ما مسوق ليا بحال ما كايناش، كل نهار كنضر، كل نهار الحقد غادي وكيتزاد يكبر فيا من جهتهم. كنعقل واحد النهار كانوا تيداب ويقول لها با الا بغيتي تمشي سيري، ولكن ما سديش ولدي. قالت ليه لا انا غادي نديه، شد بنتك ورا ولدي. غينطق ويقول ليها ماشي بنتي، وهي تقول لي راه حتى انا ماشي بنتي وما كنعرفهاش. بقى فيا الحال وشحال بكيت داك النهار. اصلا هي كتقول لي انت ما كتهمينيش وانا راه عندي غير ولد واحد اللي هو اخوك. كاينه لقطه وحده اخرى اللي ما كرهتش انني نفقد الذاكره بسببها. واحد النهار بالليل كنت غير انا وبا، كنت ناعسه حداه، شويه تيبان لي بلي انه ناض من بلاصتو وبحال جاي قاصدني. ما قدرت ندير والو من غير انني نبقى نشوف فيه بواحد النظره نتاع انا بنتك شنو كدير. صافي ديك اللحظه بحال انبو ضميرو ديك الساعه غادي يرجع ينعس. صوفيا كتشنشق بالبكا وكتقول لي بلي هاد اللقطه ما كرهتش نمسحها من الذاكره ديالي حيتاش ما بغيتش نعقل عليها، وكيبقى فيا الحال بزاف. الحمد لله انه موقع والو، ولكن غير ديك المحاوله وقت ما كنتفكرها كانت كتقتلني. تنقول شوف بابا وشنو كان غايحاول يدير ليا، اش بقى خلى مازال البراني. المهم بحكم ان ديك السيده عند من شادين ديك الكسيبه عندها بزاف منها، فكانت كتشد دراري وحد اخرين اللي مقسمها عليهم، فكانوا هاد الدراري ديما داخلين خارجين مع عندها. شحال من واحد فيهم بسال عليا وانا صغيره، شحال من واحد فيهم حاول انه يتقرب ليا، ولكن للاسف ما كاينش اللي يحميني ولا اللي يحضني ولا المنقول شنو تيوقع ليا. لدرجه خو هذيك السيده اللي شادين من عندها الكسيبه واحد النهار غادي يستغل الفرصه، ما كان حتى شي حد، ويقرب مني تيقول لي واش توحشتي ماما، وانا كنبكي وكنعاود ليه منيتي وبالمشاعر ديولي. تجاهها غادي يشدني وغادي يزيرني ويحاول انه يتعدى عليا. ما عرفش كيفاش وقع حتى هربت منه. من بعد ما قدرت نبوح بهذا الامر حتى شي حد، خصوصا الاب ديالي، حيتاش اصلا هو ما كيتعاملش معايا مزيان باش نقدر نقول ليه شي حاجه. اقسم لكم بالله وانا مازال صغيره شحال من خطره حاولت انني انتحر حيتاش حتى شي حاجه ما كانت كتصدق ليا. فابسط حاجه ما كانتش متوفره ليا، ديما فيا البرد وما عنديش ما نلبس. من الحوايج اللي صغاروا عليا اللي كانوا تيعطوني الناس كنت نموت بالبرد وحتى بالجوع. المهم مع الوقت بديت كنتعلم انني ندير الشغل ونقاد لراسي ما ناكل، حيتاش الظروف هي اللي رخمت عليا هادشي. غادي يسالي هذاك العام اللي كله مشاكل وداز كحل وعامر بصداع، والقرايه ما قريتهاش، ويا ريت كون هاد العام حيدته من حياتي، راني باقي كنتفكر بالتفاصيل شنو كان تيوقع ليا. المهم هذاك العام غادي يسالي، رجعت ماما جمعنا حوايجنا وغادي نمشيو عاوتاني لعند واحد السيده واحده اخرى في العروبيه واللي قريبه ليها المدرسه. قلت اخيرا غادي نرجع نقرا، بابا غيمشي لديك المدينه فاش كنا كنسكنوا في الاول باش انه ياخذ ليا الشهاده. المدير ما بغاش يعطيني الانتقال، تيقول بلي انه يا اما نكمل عنده في المدرسه يا نعاود من الزيرو. غيجي بابا يقول لي بلي انه راه ما كاينه لا قرايه لا والو، وانني غادي نبقى جالسه في الدار. وكيف قلت لكم في الاول انا تنحماق على شي حاجه سميتها القرايه، حيت عندي طموحات وعندي ليست طويله اللي بغيت نحققها، ولكن بابا غيرفض. كنت ديك الساعه تنسرح وكانوا تيبانوا لي الدراري تيمشيو يقراو، وكيبقى فيا الحال وكنقول يا ريت حتى انا نقرا. حتى وليت كنغوت عليهم في الدار، بغيت نقرا بغيت نقرا، وكنبكي وها هما غادي يدخلوني وغنعاود من الزيرو، ومشات لي ربع سنين. المهم كاينين بزاف ديال التفاصيل اللي شاركت معايا صوفيا، خصوصا الاذى اللفظي من طرف امها والكره اللي كانت كتعبروا ليها من غير الاب اللي حتى هو نفس الشيء، وهي مازال باقا صغيره حتى سن المراهقه ما كانش مازال لحق عليها. كتقول صوفيا
من بعد غادي نبقى كنجمع ونولي انسانه واحده اخرى. هذيك البنت النيه غادي تحول داخل ديالها للكره، كرهت ديك العائله، ديك الام وداك الاب، كرهت راسي وكرهت حتى الدنيا، تبدلت ووليت انسانه واحده اخرى، حطيتي بنت وهسيتي بنت. ولا عندي هدف واحد في هذه الحياه هو انتقم منهم، انتقم من هاد الناس ونعيشهم في هذاك الجحيم اللي دوزوا عليا. كان تعجبني الحال منين تنشوف امي كتعذب وكنتلذذ وكنرتاح، كنت كنحس بداكشي اللي عندي لداخل كنت كنخرجه. ديك البنت اللي ما كانش كتقدر انها تهز العين ولات واحده اخرى، ما عندهاش علاش تحشم ولا تمرك. داك الظلم اللي كانت كتظلمني والباطل اللي كانت كطيح عليا وتمشي تقول للناس بلي انني كنت كنسرقها، عاد وليت كنطبقه في الحقيقه. واي حاجه كنت نديرها ليها وليت نهز لها الفلوس، وليت نعذبها ونهز عليها صوتي، قهرتها. انا عارفه بلي انا هذا الشيء اللي درت هو غلط وخايب، ولكن راه اقسم بالله ماشي لخاطري، ما عرفتش شنو وقع ليا. انا واعيه بلي انا هذا الشيء اللي تندير ماشي هو هذاك، ولكن هذه راه هي النتيجه ديال شنو هما صرفوا فيا. وليت ما مسوقاش وما عندي ما نخسر في الحياه، هاد الحياه كانت عندي نقص زايد، وليت ننتقم منها. اي حاجه دارتها كنعطيها علاش كتقلب، لدرجه انها كانت كتبغي تضربني وكندفعها وكنقولها اخر مره تحطي عليا يديك. تخيلوا حتى من ديك ماما ما كانش كتبغي تخرج ليا، وليت كنقول ليها في وجهها شتي انتي كنكرهك وما بقيتش حملتك. المهم من بعد غادي نتعرف على واحد السيده واحده اخرى، واحد البنت اللي هي خياطه وكانت مزوجه وعندها واحد الوليد، كانت ساكنه قريبه حدايا. واحد النهار لقاتني كنبكي، هي تقول لي مالكي، عاودت لها كل شيء. المهم غتقول لي بلي انني نبقى نجي لعندها باش نفوج. هاد البنت عطاتني واحد الحنان وحسيت بها بحال اختي الكبيره اللي ما عنديش، وليت متشبته بها، وليت كنمشي عندها للدار كتعطيني الحوايج، وليت حتى انا كنلبس، ولاو عندي حتى انا سبرديلات، ولات كتعطيني واحد الحنان في شكل كيف كنخرج من المدرسه كنمشي عندها ونبات عندها. لقيت اخت وحنان اللي كانوا مفقودين في حياتي. غادي تطور علاقتنا حتى ولات كتجي عندي حتى هي. فعلا كنت قاسيه ولكن بقيت نيه ما كنفاش بزاف في الحياه. هاد الانسانه غتحلي عينيا على امور اللي هما كثار، كتقول لي بما انه والديك ما تيصرفوش عليك وما تيعطوك حتى شي حاجه علاش ما تدبريش على راسك. قلت لها كيفاش، انا باقا صغيره ما نقدر نخدم ما نقدر ندير حتى شي حاجه. قالت لي والله يديك ماشي بديك الطريقه اللي كتعرفي. قلت لها كيفاش، قالت لي راه كاين واحد خليف مكناس وراه باغي شي بنيتي تزوج بها، واذا بغيتي لاقيك به دوزي معاه واحد النهار غيتهلا فيك وراه لاباس عليه. انا في هذا الوقت ما كانش عندي فكره نتاع الزواج وما ديت ما جبت في هذه الهضره. المهم غادي تعيط ليا، هو غادي يجي، هي غادي تلبسني وتزوقني بحال شي مونيكا، وقدت ليا شعري وانا عمرني ما درت هذا الشيء. وايز طوموبيل تركبنا فيها يسارينا هذاك النهار، وصل الليل مشات زعما باش انها تاخذ الاذن عند ماما، ولكن ماما كاع ما مسوقه، قالت لها ديري الا بغيتي تديها. المهم هاد خيتي كانت متفقه مع خالها باش انه يستغلني وباش انها تدخلني لهذاك العالم اللي فيه حتى شي حد ما كيترحم. غنمشيو مجموعين لواحد الدار في الغابه وغير الخلا والظلام. باختصار مفيد غنتفاجئ، قلبي تيضرب وارتابكت وما عارفه والو. فاش وصلنا تعشينا ندخلها لواحد البيت وهي الدور عندي، وبدات كطمعني بالكلام، انت باقا صغيره واذا بغيتي الفلوس والطوموبيل وحياه الرفاهيه وتخرجي من ديك الميزيريا سيري لحقي عليه. بقات كتعمر ليا راسي مزيان حتى ما بقيت نفرق ما بين الغلط ولا ما بين الصح. المهم شي حوايج اللي عمرني انني قبلتهم على راسي غيقعوا لي داك النهار. اش هاد المستوى وصلت ليه وشنو هاد الحاله، غنرفض ونخرج لعندها. وقفت ليا في وجهي وقالت ليا زوج كلمات، يا اما ترجعي لعندو يا اما سيري دبري على راسك برا، خرجي بديك الغابه وقلبي على داركم. ما رحمتنيش، ما عرفتش شنو غادي ندير. ورجعت لذاك البيت، هذاك خالها شاف بلي انني ما قبلاش على هاد الشيء وغيطلع ليه الدم مني ويخليني. انا مشيت شديت واحد الركنه وبديت تنبكي تنبكي وشاده في راسي. دازت الليله كحله، في الصباح غادي نفطروا وغيمشي يبدا يغوت عليها عليا. جات لعندي وبدات كتغوت عليا، اش هادشي اللي درتي وجه الفقر، المهم ما غاديش يعجبها الحال. ركبنا في الطوموبيل غادي يدينا ويحطنا لعندها، هي غادي تقول لي ما تعرفيني ما نعرفك، انا بغيت نخرجك من هذا الفقر وانت شوفي كيفاش درتي. صافي سيري موتي كاع ما بقيتيش كتهميني. ديك البنت اللي كانت كتعوضني على الحنان اش ولات كتقول لي دابا. رجعت للدار وانا محطمه، وديك البنت كنت مشبته بها بزاف وكنبغيها بزاف، وغادي نقبل على راسي انني ندخل العالم ما منه خروج. وخا قالت لي ديك الهضره بقيت كنمشي لعندها
وهي بدورها خدامه ليا بغسل الدماغ، قنعتني بلي انني خاصني نخرج نفسد اعزكم الله، وانا عندي 15 16 سنه وانا النيه ما عارفه والو ودايره بحال شي هبيله، فين ما حطيتيني كنتيق. المهم دخلت داك العالم ماشي 100% ولكن نوعا ما، لقيت راسي ما عندي ما نخسر، لا فلوس لا حوايج ولا والدين، ما كاينش اللي يقول لي اش خاصك ديري وهادشي راه ما خدامش. لقيت السيبه حتى غادي ندير 17 سنه، هاد المره غنمشيو نرحلوا لواحد المدينه فواحد العماره اللي فيها البيوتا، من فوق منا غادي تسكن واحد البنت وواحده اخرى مع راجلها وكانوا باقيين مازال صغار يلا تزوجوا، بيناتنا غير السلام السلام. تعرفت عليها وكانت كتشوف ماما كيفاش كانت كتعاملني وكيفاش كتبيتني في السطاح، كنت كنبقى فيها حتى ولات صاحبتي وكانت كتنهيني هادي ما ديريهاش هادي ما ديريهاش حيدي راسك من هادي، كانت كترجعني للطريق غادي تدوز معنا عام، وعلمتني بزاف ديال الحوايج حتى خرجت من داك الجو ديال الفساد وليت كنقرا مزيان. فاش ماما كانت كتجري عليا كانت كتجلسني معاها كانت عطياني امل، حتى وليت تنحسبها هي ماما هي اختي وهي صاحبتي. هاد الانسانه ما كانش كتشبه لديك الاخرى في حتى شي حاجه، هاد الانسانه كانت ديما رسمه ليا الابتسامه على وجهي. واحد النهار كنت بيت عندها في الصباح كنفيق كنلقاها كتجمع حوايجها، قالت لي غادي نمشيو لواحد المدينه هي وراجلها باش انهم يدوزوا فيها واحد 15 ل 20 يوم حيت راجلها عنده شي خدمه تما، وقالت لي بلي انها غادي ترجع. طلبتها وقلت لها عافاك بقاي معايا، قالت لي غادي نخلي لك الصور نتاع الدار الا جرات عليك ماماك اجي دخلي ليها. مهم انا ما كنتش باغا انها تمشي داك النهار نهائيا، بدات كتنصحني مشطات ليا شعري وصتني على راسي. هبطت واحد الشرجم ديال بيتها كان في الطريق ديال المدرسه وهي طلع لي وحيطات ليا صوفيا اجي نقول لك، طلعت لعندها وعنقتني بالجهد وقالت لي تهلاي في راسك. بقيت كندوي معها في التليفون من بعد حتى داز واحد 15 يوم. واحد النهار كنتفاجأ برجلها جاي بلا بها، سولته فين هي فلانه، قال لي راه انا وياها غنطلقوا. سولته علاش ما بغاش يقول لي، انا بقيت كنصوني عليها ما كتجاوبنيش، قلت صافي راه عادي كيدابزو غادي يتصالحوا. دازت سيمانه ومازال عاقله بالتفاصيل، نهار السبت غادي نخرج من المدرسه كنلقى ماما كتشوف فيا شي شوفات في شكل بحال باغا تقول لي شي حاجه وما قدراتش. المهم غادي نطلع للسطح وكنلقى كلشي الجيران مجموعين وشادين واحد الفيديو كيتفرجوا فيه وكيبكيو. جيت نشوف قالت لهم ماما خبيو عليها، انا ما فهمت والو. قلت لهم مالكم، اول مره ماما غتشدني وتعنقني وعطاتني فيديو فيه ديك صاحبتي واللي كثر من اختي ميتة مقتولة بأبشع طريقة وحالتها مكرفسة واللي قتلها هو رجلها، هذاك اللي قال لي غادي نطلقوا، علما انني كنت كنشوفه كيتعامل معاه مزيان والله عمرها دار. ديك الساعة ما دارت حتى شي ردة فعل وكنقول لهم بلي انا هادشي غير كذوب، ما تقبلتش داك المشهد ولا ديك الهضره نهائيا. اللقطه الوحيده فاش قدرت نتيق هي لما شفت باها كيغوت وتيقول بنتي تقتلات، انا ديك الساعه عاد تصدمت وبقيت كنبكي كنبكي وتنقول مشات لي كانت كتحميني وتحن عليا، مشات لي كتدافع عليا وكتعطيني ناكل. ما تيقتش عقلي ما بقاش معايا، مشيت كست حدا بيتها وكنقول ها هي جايه ها هي غتجي، عاد ما زدت حقدت على الرجال وزدت حقدت على ماما وكفرت بكل شيء، ما بقاتش البراءه ولا عندي غير السن وبالسن، وليت غير كنتاقم خصوصا بابا كرهته، ولاو يبانوا ليا كاع الرجال وحوش وكلهم بحال بحال، اذا ما درت شي حاجه نتاقم بها من بنادم ما كنتش كنبرد. وليت كنتعاطى المخدرات، ما بقيتش كنقرا وتدمرت حياتي، كنشوف راسي ضايعه. بابا توا بدورو كان تيتاجر في هادشي ديال المخدرات، قال لي راسي انني نتاقم منه غادي نمشي نبلغ به. انا عارفه بلي انه شي مخصوش يدار ولكن تيقو بيا ما كنتش في الوعي ديالي، حقدت لدرجه ولات يبان لي غير الظلام، ما بقاش كيهمني شكون هذا ولا شنو تيجيني، واللي طاح بيدي كنت نصفيها ليه بشي انتقام. وليت وحش، ماما ولات كتخاف مني، ما بقاش كتقدر ترمي عليا شي باطل ولا تغوت عليا قدام الناس ولا تضربني قدامهم اولا حتى تجري عليا من الدار، ما بقاتش كتقدر تدوي هضره زوج كنقولها تكمشي وما تهضريش. واحد النهار غادي نطرطق عليها وهذا الشيء كله اللي عاودته لكم غادي نقولوا لها بالتفاصيل، قلت لها هذا الشيء كله بسبب كنتي وانتي عمرك كنتي ام، حسيت بها عاد حسات واحد شويه بداك الشيء اللي كنقول، حسيت بها فاقت وجاها الضمير، بقات كتبكي وندمات وقالت لي بلي حتى هي عاشت ظروف خايبين اللي خلاوها انها تصرف لا اراديا بحال هكا. ولكن انا شنو الذنب ديالي؟ المشكل في هذا الشيء كله هو انني دخلت لواحد الدوامه صعيب عليا انني نخرج منها، انا انسانه فاسده اعتذر ولكن هذه هي الحقيقه، اي واحد تقابلت معاه ضروري انني ننتقم منه باي وسيله. اما بابا ما قدرتش نرجع معاه الانسانه ديال شحال هذه، كي كنشوف فيه كنقول ليه سير تخلص داكشي اللي درتي معايا، انا عارفه راسي غلطت مع والدي ومع راسي حيت خرجت على الطريق، ماما شافتني كنضيع
وبابا خرج من الحبس غادي تبيع حوايجها، وقالت لي ما غنبقاوش هنا وغادي نرحلو. فعلا غادي نمشيو لواحد المدينه واحده اخرى اللي غادي نكريو فيها. انا دايره بحال شي جثه ما مسوقاش، قلت ربما اذا جيت هنا غادي نبدا صفحه بيضاء. ولكن عاد زادت تكفسات الاوضاع. وصلت للاعدادي وانا بنت كبيره، وليت نطلب الله يا ربي ما تيسرش ليا في هاد الطريق ديال الفساد، يا ربي بعدني منها. كل مره كنقول هذه اخر مره حتى كتجي مره واحده اخرى. تمنيت نرجع ديك البنت البريئه، وليت مجرمه، وليت نخدم مع البزناسه، وليت معروفه، واذا شفتيني كنبان بلي انني انسانه بريئه وما في يديا والو. ولكن اذا جبدني شي حد كان ديما معايا واحد السلاح الابيض، وكنت مكونه واحد الفريق ديالي اللي بيه كنت نحامي على راسي. حاجه وحده اللي عمرني ما درت في حياتي هي انني نادي شي انسان عمرو دار ليا شي حاجه. هذه هي الحاجه الوحيده اللي كنت كنفتخر بها، وهذه هي النتيجه ديال شنو عشت في الصغر ديالي. هذه ماشي بزاف، عطيت وعد لمولانا ولنفسي باش انني نصون راسي ونخدم على راسي وما بقيتش ندور بهذا الطريق. الحمد لله وفيت بالوعد ديالي، واي حاجه فيها الفساد او لا تغضب ربي ما كندورش بها. لدرجه انه كل ما صليت كنحشم نقول لربي يا ربي اسمح لي، حيت عرفت بلي انه داكشي اللي كنت كندير خبيت. ما كرهتش نمسح المذكره ديال راسي من الماضي. حاولت انني نحب والديا واخا عيا وكبروا، باقي مره كنغوت عليهم حيت ببساطه ما قدرتش ننسى اشنو دوزوا عليا. كنحاول انني ما نكونش بحال هكا، ولكن ما كنقدرش نتحكم في راسي. ولكن عندي حقيقه بيني وبين راسي ما نقدرش نهرب منها، هي انني كنبغيهم بزاف وما كنشوفش حياتي بلا بيهم. واخا هادشي كله وليت ندير المستحيل على قبلهم اليوم، خصوصا امي اللي كانت سبابي في عذابي ولات هي كلشي. انا ما خايباش الظروف اللي حولتني لهذا الشخص الوحش، وهذه هي حكايتي. انا اليوم عندي 22 سنه، خرجت من القرايه من الثانيه اعدادي، وعندي طموح واحلام اللي هما كبار اللي غادي نحاول نحققهم ان شاء الله. غادي نوصل لداكشي اللي نويت واخا مازال ما بديتش فيهم. واخيرا رسالتي واضحه ويمكن كاملكم فهمتوها بلا ما نقولها. رسالتي للامهات اللي عندها شي وليدات تعرف كيفاش تربيهم وما تهملهمش، واذا كانوا مشاكل ما بينها وبين راجلها ما تحلهمش قدام وليداتها، حيت هما كيأثروا عليهم بشكل رهيب. اعطيوهم الحنان وكونوا معاهم في كل شيء. وهذه هي حكاية صوفيا. للأسف صوفيا مثال ديال بزاف من صوفيات في المجتمع المغربي. رسالتي خاصة لك انت يا صوفيا، مادام نويتي وطبقتي التوبه فاعلمي ان الله غادي يقبلها ان شاء الله، لقوله تعالى ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. شفتي كرم الله والرحمه ديالو لمن عاد وتاب؟ هذه من جهه. من جهه مستقبلك ضروري انك تقلبي ديري شي صنعه، ديري شي فورماسيون اللي تبني بها راسك وتكوني مستقبلك وتنسيك في الحقد وفي كل ما هو ماضي. انا اكيد انه ماشي سهل انك تنسي شنو داز عليك، وماشي سهل انك تدوزي من هادشي كله تبقاي انسانه عاديه وما مأطراش به. ضروري تبان فيك هاد النتيجه نتاع اليوم او اللي كتعيشيها اليوم. ولكن تاكدي اذا ما صلحتيش راسك وما جمعتيش راسك وما مشيتيش تقراي ولا تعلمي شي حاجه، راه ما كاينش اللي غادي يديرها في بلاصتك، وما كاينش اللي غادي ينوض يقول لك يلا فلانه نوضي ديريها لك. اما عن والديك فالله يهديهم عليك، في الاخير تيبقاو والديك، لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفه. حكايتك اليوم عطيتنا عبره قويه لكل مهمل او لا مهمله، لكل والدين اللي ما كيراعيوش المشاعر والاحاسيس ديال ولادهم. يا متابعين يا كرام، كيف عودتوا صاحبات الحكايات على طيبوبه كلامكم، بغيتكم ما تبخلوش على صوفيا انكم تنصحوها وتدعيو معها وتطلعوا لها المورال، حيتاش هادشي اللي هي محتاجه حاليا، وما محتاجاش انها تقرا تعاليق اللي فيها كتلوموها او كتكلموا معها بسلبيه. شكرا لكم، شكرا على استماعكم. نتلقاو في حلقه مقبله في مقاريب. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.